بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة من على موقع جريدة ميديا 24 كان واحد بالون أباتي بيكان أغو فيزي سامدي أن كونتاكت أفيك لو شيف دي بونتاغون. إذن بالون أباتي، إذن نتكلم عن بالون أسقط كما نعلم طبعا. بيكان أغو فيزي سامدي، إذن بيكين أنها رفضت يوم السبت أن كونتاكت أفيك لو شيف دي بونتاغون. إذن هي رفضت اتصالا مع رئيس البنتاغون. إذن طبعا كما نلاحظ بأن أمريكا أسقطت بالون تقول بأنه بالون للتجسس الصيني، بينما الصين أنها تقول عكس ذلك، تقول بأنه بالون مخصص لأهداف مدنية خاصة لجمع معلومات حول المناخ. لو غوفرنمون أبيكا أغوفيزي، إذن نتكلم عن الحكومة ببكين المقصود هنا بالصين، أغوفيزي أنها رفضت. كما نلاحظ عندنا لو فيرب اوفيزي، عندنا فعل رفض مصرف في لو باسي كومبوزي مع لوكسيليير افوار. لو غوفرنمون ا روفيزي، لو غوفرنمون ا بي كي ا روفيزي سامدي لا بروبوزيسيون امريكان دان ابيل تيليفونيك اونتر لو شيف دي بونتاغون لويد اوستن اي سون هومولوغ ويفانغ. لو غوفرنمون ا بي كي ا روفيزي، اذا الحكومه في بكين ان رفضت سامدي لا بروبوزيسيون امريكان، رفضت يوم السبت الاقتراح الامريكي دان ابيل تليفونيك اونتر لو شيف دي بونتاغون. اذا هي رفضت اتصالا هاتفيا بين رئيس البنتاغون لويد اوستن، اذا هذه الشخصيه اي سون هومولوغ، ثم نظيره، اذا نتكلم عن نظيره في الجهه المقابله ويفانغ مع نظيره الصيني. بو ابري كو ليس ار فورس يا باتو ان بالون شينوا، a annoncé mardi le ministre américain de la défense. اقترح هاد الاتصال peu après، يعني قليلا بعد، que l'US Air Force، بعدما كانت القوات الامريكيه يا باتي. طبعا انا نتكلم على لغه اباتر كما نلاحظ، يعني فعل اسقط. يا باتي بعدما اسقطت ان بالون شينوا، بالون صيني. a annoncé mardi le ministre américain de la défense. a annoncé mardi le ministre américain de la défense. كما أعلن ذلك يوم الثلاثاء الوزير الأمريكي للدفاع. ثم يقول notre engagement pour conserver des canaux de communication ouverts se poursuivra. يعني notre engagement، كما نقول أن رهاننا pour conserver des canaux de communication ouverts، من أجل المحافظة على قنوات التواصل مفتوحة se poursuivra، أنها ستستمر. a toutefois promis le général Partrider، كما وعد بذلك le général Partrider، هو الذي وعد بأن هذه القنوات ستبقى مفتوحة. le porte-parole du Pentagon، في حين أن الناطق باسم البنتاغون après ce rejet، بعد هذا الرفض، طبعا نتكلم عن لوفير روجوتي، أيضا تعني رفض. après ce rejet، بعد هذا الرفض من الصين طبعا لقبول هاد التواصل الهاتفي طبعا، كونفيرمون لا ديغراداسيون دي غولاسيون اونتر لي دو بروميير بويسونس مونديال، انه اكد لا ديغراداسيون، يعني كما نقول تقهقر، لا ديغراداسيون التقهقر، تقهقر ماذا؟ دي غولاسيون، تقهقر العلاقات اونتر لي دو بروميير بويسونس مونديال، بين القوتين الاوليتين ان صح التعبير العالميتين. اذا نتكلم عن امريكا والصين في المرتبة الثانية، بعدما كان الاتحاد السوفيتي طبعا قبل سنوات. لارمي امريكان ا اباتو سامدي او لارج دي كوت دو كارولين دو سود سو بالون شينوا كونسيديري بار لو بونتاغون كوم ان بالون اسبيون ديستيني ا ريكولتي دي انفورماسيون سونسيبل. اذا لارمي امريكان ا اباتو سامدي، الجيش الامريكي انه اسقط يوم السبت او لارج دي كوت، يعني كما نقول في عرض الشواطئ دو كارولين دو سود، إذا نتكلم عن كارولينا الجنوبية. سو بالون شينوا، أسقط هذا البالون الصيني كونسيديري بار لو بنتاغون، المعتبر من طرف البنتاغون، طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب كونسيديري، يعني فيه الاعتبار، كونسيديري بار لو بنتاغون، المعتبر من طرف البنتاغون كون بالون اسبيون، كبالون تجسس، ديستيني ريكولتي دي زانفورماسيون سونسيبل. destiné à récolter des informations sensibles، يعني موجه، destiné يعني موجه،
à récolter, les جمع أو les حصد. أحيانا نتكلم على les récoltes يعني المحصولات الزراعية مثلا، نتكلم على les récoltes مثلا المحصولات الزراعية. إذن هنا destiné à récolter، إذن هو موجه لتحصيل أو لجمع des informations sensibles، معلومات حساسة طبعا عن الولايات المتحدة الأمريكية. Soutien de son côté qu'il s'agissait d'un aérostat civil. الصين من جهتها soutien أن تدعم de son côté من جهتها qu'il s'agissait بأنه كان يتعلق الأمر d'un aérostat civil، كان يتعلق الأمر بمنطاد مدني principalement destiné à recueillir des données météorologiques principalement destiné أنه بشكل رسمي موجه à recueillir، أنه موجه لجمع أيضا recueillir المقصود بها جمع des données météorologiques موجه لجمع معطيات كما نقول جوية، معطيات متعلقة بالجو وبالطقس إلى غير ذلك. Le samedi 4 février, juste après être passé à l'acte pour abattre le ballon du Parti communiste chinois. Et dans le samedi 4 février, et dans le samedi 4 février, juste après être passé à l'acte, مباشره بعد المرور الى الفعل pour abattre le ballon من اجل اسقاط البالون du Parti communiste chinois. طبعا نتكلم عن بالون للحزب الشيعي الصيني. طبعا كما تعرفوا بان الصين تحكمها حزب واحد، لا توجد بها تعددية سياسية. إذا هنا لو مينيستر أمريكان دو لا ديفونس، إذا نتكلم عن الوزير الأمريكي للدفاع، أسومي أون روكيت بوغ أن أبيل سيكيوريزي، أنه أخضع. طبعا هنا عندنا لو فيرب سوميتر يعني فعل أخضع. أون روكيت أنه أخضع طلبا أو استفسارا بوغ أن أبيل سيكيوريزي، بوغ أن أبيل لمهاتفة إن صح التعبير سيكيوريزي للتأمين entre le ministre Austin et le ministre de la défense chinois Wei Fang. أخطاء طلبا أو استفسارا لمكالمة بين الوزيرين طبعا الصيني والأمريكي. أدي طيلو جنرال ريدر كما فسر بذلك الجنرال les communications entre nos armées sont particulièrement importantes en des moments comme cela. Les communications entre nos armées يعني الاتصالات entre nos armées بين جيشينا sont particulièrement importantes أنها بشكل خاص مهمة en des moments comme cela في لحظات كهذه. إذن علينا أن نتواصل رغم ما بيننا من عداء أو منافسة. هلاس للأسف لو بارتي كومونيست شينوا، إذن للأسف الحزب الشيعي الصيني أديكليني نوت هوكات. طبعا ديكليني كما نقول أنه خفض، كما نقول بأنه رفض طلبنا. أتي لاجوتي إذن هو أضاف، أضاف بأن الحزب الصيني لم يستجب لطلبنا. لو غوفرنمون شينوا أستيمي لاندي كو ليز إتازوني أن أباتون لو بالون كي سيرفولي لور تيريتوار. إذن الحكومة الصينية أستيمي أن قدرت، طبعا نتكلم على لو فيرب استيمي يعني فعل قدر، تقدر ثمنا مثلا، تقدر قيمة، أو كما عندنا هنا أنها قدرت هذا الوضع. لو غوفرنمون شينوا أستيمي لاندي الحكومة الصينية أنها قدرت يوم الاثنين كو ليز إتازوني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أون أباتون لو بالون بإسقاط البالون، أون أباتون لو بالون شينوا بإسقاط البالون الصيني كي سيرفولي لور تيريتوار الذي يعبر أجواء أراضيها، كي سيرفولي لور تيريتوار الذي يعبر جوا أراضيها، أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هي بإسقاط هذا البالون الذي يعبر أراضيها avait gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays. إذن هي بشكل خطير أنها أصابت ثم أنها حطمت إن صح التعبير. avait gravement affecté et endommagé. إذن هي بشكل خطير أنها أصابت et endommagé كما نقول أنها حطمت les relations entre les deux pays العلاقات بين البلدين. Le même jour, في نفس اليوم, les États-Unis ont affirmé avoir récupéré
دو بروميي ديبري دو بالون شينوا. اذا فينيكس ليون الولايات المتحده الامريكيه انها صرحت افوا ريكوبيري بان استرجعت دو بروميي ديبري الحطام الاول دو بالون شينوا للبالون الصيني دون اون بارتي دو لا طوال بما فيها جزء من الشبكه ان صح التعبير بما فيها جزء من الشبكه كما نلاحظ طبعا في الصوره. طبعا كما تلاحظوا على هذا الموقع ليس هناك فقط بالون واحد ولكن هناك بالونات اخرى اطلقتها الصين يعني حول القارات الخمس في العالم للتجسس على كل الاماكن في العالم. كما نلاحظ هنا مثلا واشنطن ايفوك ان فلوت دو بالون اسبيون شينو. اذا واشنطن انها تذكر باسطول اسطول طبعا هذه الكلمه نقولها عن الاسطول البحري نتكلم عن مجموعه سفن. هنا نتكلم طبعا عن مجموعة مناطيد أو عن مجموعة بالونات. تتكلم واشنطن هنا عن إن فلوت دو بالون إسبيون شينوا. إذا هي تذكر بأسطول من البالونات الخاصة بالتجسس الصينية. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.